طبعا في الوقت ده العالم كله بيستعد للاحتفال بنهاية سنة فاتت وبداية سنة جديدة، وطرق الاحتفال أكيد بتختلف من دولة للتانية. وفي الفيديو ده هناخدك في جولة عن أغرب عادات وطرق الاحتفال برأس السنة في العالم. تعالوا بينا نشوف. في تركيا مثلا بيحتفلوا بالسنة الجديدة عن طريق إنهم بيعملوا حفل عشاء كبير وبيتجمعوا كلهم كعيلة، ومن عاداتهم إنهم بيرشوا الملح، وكل واحد بيجيب رمانة يكسرها على باب بيته في رأس السنة لأنهم بيعتقدوا إنها هتجيب لهم حظ وفلوس كتير. أما بقى في دولة الإكوادور بيحتفلوا بطريقة غريبة جداً، وهي إنهم بيصنعوا لعبة على شكل راجل وبيحرقوها، وده في اعتقادهم إنهم بيحرقوا الأحداث الكئيبة اللي حصلت لهم في السنة اللي قبلها، وبيعملوا كده برضو كنوع من أنواع الترحيب باستقبال سنة جديدة. ومش كده وبس، ده لسه في احتفالات أغرب من كده بكتير. عندك في الدنمارك مثلاً، الناس هناك في ليلة رأس السنة بيخرجوا قدام بيوتهم ويقعدوا يكسروا أطباق، والغرض من الاحتفال ده هو إنهم بيفتكروا إن تكسير الأطباق القديمة بيخلصهم من شرور ومساوئ السنة اللي قبلها. ده غير بقى في النمسا، اللي بيحتفل سكانها عن طريق إنهم بيلبسوا هدوم باللون الأبيض اعتقاداً منهم إنهم كده هيخوفوا الأرواح الشريرة، وفي أوقات تانية بيلبسوا أقنعة بأشكال مخيفة كنوع من العقاب للأطفال الأشقية. ومن العادات الغريبة في ألمانيا إنهم بيخبوا المخلل في مكان بعيد جوه أغصان الشجر، وبيدوا هدية لأي طفل موجود، والعادة دي بترجع لجريمة حصلت زمان، وهم إنهم حبسوا طفلين صغيرين جوه برميل مخلل وأنقذهم القديس نيكولاس ورجعهم للحياة تاني، ومن ساعتها وهم بيحتفلوا بالطريقة دي. أما بقى الناس في إسبانيا فبيجهزوا طبق عنب، وأول ما الساعة تيجي 12 كل واحد فيهم بياكل 12 عنبة، 12 علشان عدد الشهور، كل عنبة بتمثل أمنية لكل شهر، وفي تخيلهم إن العادة دي بتجيب الحظ. ده غير كمان إنهم بيخبوا فلوس في الجزم بتاعتهم على أمل إنها تكون لهم ثروة بعد كده. اكتبوا لنا في الكومنتس إيه أغرب احتفال من اللي سمعتوهم دول، وما تنسوش تقولولنا إنتوا كمان بتحتفلوا إزاي برأس السنة.